بسم الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وأعظم شيء أن شمر له على جناجن صدر ابن النبي مقاعد، فشلت يداه حين يفري بسيفه مقلد من تلقى إليه المقالد. وإن قتيلا يحزز الشمر شلوه لأكرم مفقود يبكي فاقد، فأي فتاة ظلت خيول أمية تعادى على صدره وتطارد وإن أنسلا أنسى النساء كأنها قطن ريع عن أوكاره وهو هاجد سوافر بعد الصون ما لوجوهها براء إلا أذرع وسواعد وتلوى على أعضادهن معاضد من الضرب إذ تبتز من غال
معاضد نوادب لو أن الجبال سمعنا تداعت أعاليهن فهي سواجد إذا هن أبصرن الجسوم كأنها نجوم على ظهر الفلات رواكد تداعين يلطمن الخدود بلوعة تصدع منها القاسيات الجلامد وظل يرددن المناح كأنما تعلم منهن الحمام الفاقد اتنادي ما ظنيت يا عم ولجانت على بالي عشير بيوم لفقدها وظلنا بلوالي صاحت قوم يا عم لولي بوادي العركاء حتى نشوف وليالك ويم اجسادهم ننعى بنغسل جنايزهم من العنان بالدمعة يا عم ولينا يقوم ينظر حالك وحالي وراحت للمعار شلون يا محبين راحتها على ذيك الاجساد الدور سكنة بايد عمتها وياهم حرم واطفال كل من تدوق هامتها وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي يا عم انصدع قلبي من الشبان المصروعة جنايز كيف نعرفها ومن هالروس مقطوعة ومنه اللي بجنب حسين حتى مكسرة ضلوعة صاحت لا تلشتيني يا سكل انصدع دلالي هذي جثة ابن امي ويتكلم من المنحى وهذا الليل جنب حسين يسكن عليه الأكبر وهذا معرس جطايح على التربان ومعفى فجعني حسين بمصابة يا سكنة واندهش بالي يا عمي وشنه الليل صدر حسين مطروحة هذي جثة صغير سهم البين
مذبوحة قالت هذا طفل حسين وجب دمك مجروحة صار المهد صدر حسين لها والمهد خالي الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال في حق ابنته سكينة عليها السلام: وأما سكينة فإنها غالب عليها الاستغراق مع الله تعالى، وهي لا تصلح لرجل. لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في معرض الحديث حول الشخصيات غير المعصومة، كما هو الأمر في صاحبة هذه الليلة السيدة سكينة أو سكينة، كما سوف يتضح اللفظ الصحيح في طيات البحث، وكذلك السيدة خديجة مثلاً ومعصومة أهل البيت وأم البنين وزينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعترضنا هذا السؤال المهم الذي يؤسس لشرعية مثل هذا الحديث من الأساس. يقول هذا السؤال: ما هو الداعي والموجب لتناول هذه الشخصيات بالذكر والبحث، وما هو السر الذي يكمن وراء تمسك شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإحياء هذه المناسبات التي تتعلق بالشخصيات غير المعصومة؟ وعندما يرد السؤال بالسؤال: ما هو وجه الإشكال في مثل هذه الإحياءات؟ من الممكن أن يفذلك إن صح التعبير التساؤل بجهتين أساسيتين. الجهة الأولى المتعلقة بالتوقف في إحياء مثل هذه المناسبات، جهة تتعلق بأصل المقتضي إن صح التعبير، والجهة الثانية تتعلق بعدم ارتفاع المانع. يعني شنو هالكلام؟ الجهة الأولى من هذا التوقف والتساؤل أو التردد على الأقل في إحياء مثل هذه المناسبات، تتناول أصل المبرر الذي يسوغ لي ولك أن نجتمع في مثل هذه الليلة لإحياء ذكرى وفاة السيدة سكينة عليها السلام. شنو المبرر؟ ما هو الداعي؟ ما هو الموجب؟ تتساءل هذه الجهة عن أصل السبب الذي يدعوني لإحياء هذه المناسبة ويدعوك كذلك. أما الجهة الثانية فهي بعد أن تتنزل وتسلم بوجود المبرر والسبب، إلا أنها تدعي عدم ارتفاع المانع من إحياء مثل هذه المناسبات. شلون يعني عدم ارتفاع المانع؟ يقولون يعني سلمنا جدلا أن هناك سببا ما يدعوني لإحياء مثل هذه المناسبات،
ولكن أكو هناك مانع غير مرتفع ثابت متحقق، حتى مع وجود المقتضي يدعوني للابتعاد عن إحياء مثل هذه المناسبات. شنو هذا المانع؟ يقولون حفظ خصوصية المعصوم. بعبارة أخرى، أنت الآن تحيي مثلا عشرة الإمام الحسين عليه السلام، تحيي شهادات المعصومين عليهم السلام، مواليد المعصومين عليهم السلام، هذول المعصومين. لكن إذا فتحت الباب وراح تحيي بعد ذكرى مثلا وفاة أبي طالب، السيدة خديجة، زينب، سكينة، المعصومة، أم البنين إلى آخره، صاحب هذا التساؤل يتوقف عند هذه المسألة، يقول فأي خصوصية بعد ذلك، يعني بعد فتح هذا الباب، تبقى إلى الإمام المعصوم بحيث نحتفظ بعد مثل هذه الإحياءات بهذه الخصوصية. ما تبقى خصوصية إلى الإمام المعصوم، مثل ما أحيي مناسبة وذكرى شهادة الحسين، أحيي مثلا مناسبة سيدة زينب وهكذا. وهذا من شأنه أن يخلط الأوراق، من شأنه أن لا يحتفظ بخصوصية المعصوم في حقه وفي شأنه وفي مقامه الذي يختص به دون الآخرين. إذن الإشكالية كما تلاحظ متعلقة بجنبتين، جنبة المقتضي وجنبة المانع. وهنا نحتاج أن نتوقف عند هاتين الجنبتين من أجل أن نؤسس لفتح مثل هذا الباب بموازنة معينة. لاحظوا وياي، أما بالنسبة إلى الجنبة الثانية أبتدئ بها، وهي جنبة عدم ارتفاع المانع. صاحب التساؤل يقول وين الخصوصية بعد ذلك تبقى للإمام المعصوم بعد فتح الباب لإحياء مناسبات غير المعصومين؟ الجواب على هذا التساؤل أن صاحب هذا التساؤل سوف يكون على صواب عندما تكون مثل هذه الإحياءات في عرض إحياءات مناسبات المعصومين، بينما عندما تكون إحياءات مناسبات وذكريات غير المعصومين في طول إحياءاتنا لذكرى المعصومين فإن الإشكال لا يترتب أبدا. توضيح المسألة. مرة أنا أتناول مثلا شخصية السيدة سكينة عليها السلام بمعزل عن شخصيات المعصومين، وأتكلم عن شخصية السيدة زينب عليها السلام، وأعقد إليها مجلس تعزية وتحضر الناس وتسمع ذكرى هذه السيدة الجليلة وتمشي، لكن بمعزل وبشكل مستقل عن ذكرى المعصومين، يعني لا وجود أبدا لأي ذكر للمعصوم، فقط ذكر لهذه الشخصية على حد الاستقلال بما يوحي للآخرين بأن هذه الشخصية حالها حال المعصومين تماما. ولكن هل هذا اللي يحصل؟ هذا السؤال. مو هذا اللي يحصل. الذي يحصل أن إحياءات مثل هذه الشخصيات العظيمة غير المعصومة يكون منصبا وموجها في تعزيز إحياءاتنا لذكرى المعصومين عليهم السلام، بحيث يفهم كل محي لهذه المناسبات لغير المعصومين أنه يتوجه في نفس الخط ولا يؤسس إلى خط جديد يحاول من خلاله أن يجعل غير المعصوم في صف المعصوم. وعلى هذا الأساس أنت تلاحظ إحياء مثلا ذكرى وفاة السيدة سكينة عليها السلام، زينب عليها السلام، أم البنين عليهم السلام جميعا، تلاحظ أن مثل هذه الإحياءات تتوجه بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه من ألفها إلى يائها، تتوجه منصبة في سبيل تذكية أوار خط إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام من المعصومين أنفسهم. بعبارة أخرى،
إحياء مناسبات غير المعصومين ممن تعلق وانتمى وارتبط تمام الارتباط بالمعصومين لا ينفك عن إحياء ذكرى المعصومين أنفسهم، وبالتالي يكون إحياء ذكرى غير المعصومين منصبا في خط شنو؟ إحياء ذكرى المعصومين أنفسهم. فلا إشكال من هذه الجهة. إذن المانع مرتفع، هذا بالنسبة إلى الإشكال في جهته الثانية. تعال معي إلى الإشكال في جهته الأولى من حيث أصل وجود المقتضي والمبرر والسبب الذي يدعوني ويدعوك لإحياء مثل هذه المناسبات. السؤال: ما هو المقتضي لذلك؟ في الحقيقة عندما يتأمل في المسألة مليا سوف تجد أن هناك عدة أسباب معقولة ومنطقية بل ومهمة وضرورية تدعونا لإحياء مثل هذه المناسبات وإلى التمسك بذلك. أنا أذكر منها اثنتين. السبب الأول أيها الأحبة هو أن تناول أي شخصية، طبعا قبل أن أدخل في بيان السبب الأول لابد من التنبيه على أن إحياء أصل إحياء ذكرى أي شخصية من الشخصيات حتى لو ما كانت معصومة ما فيها أي مشكلة من الأساس. يعني المستشكل مو جاي يقول على طريقة مثلا السلفية يقول حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله بدعة تحييها، مولد النبي بدعة، بدعة شرك، لا مو على هذا الأساس. أصل الإشكال يقر بضرورة إحياء مناسبات المعصومين ويفتح المجال أيضا لإحياء مناسبات غير المعصومين، لكن يدعي وجود مانع في ذلك وهو أن غير المعصوم يكون في صف المعصوم بهذه الإحياءات فلا نحتفظ بخصوصية المعصوم، وقد اتضح الإشكال عن ذلك. السؤال: ما هو المقتضي لمثل هذه الإحياءات؟ المقتضي والسبب الأول لذلك يفهم بإدراكنا لضرورة وموقع مفهوم التأسي والاقتداء في حياة الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن بطبيعة الحال لا بد له من قدوة وأسوة يقتدي على أثرها ويتتبع سلوكياتها من أجل أن يطبقها في واقعه، وهذا هو الغرض من إرسال المرسلين والأنبياء والأئمة والأوصياء والمعصومين. ليش أنت يكون حجة قائم عليك؟ هذا الحجة يكون حجة عليك بمعنى أنه يحجك بأفعاله وسلوكياته بحيث تكون هي الدليل بالنسبة إليك إلى طريق الحق. إذن تجد أن القرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. والدعوة إلى الاقتداء وإلى التأسي في حقيقة الأمر دعوة واضحة في أدبيات النصوص الشرعية القرآنية والروائية على حد سواء. مفهوم التأسي هذا اللي ينقل العقيدة من عالم الذهن والمدركات إلى عالم الواقع والسلوكيات مفهوم تجد له تركيزا خاصا في النصوص الشرعية من دون استثناء بشكل واضح وصريح. زين، الحديث حول هذه الشخصيات يأتي من بوابة كونها نماذج ناجحة قد طبقت مفهوم التأسي والاقتداء بحذافيره وبالشكل والنهج الصحيح الذي أهلهم لأن يكونوا أصحاب حظوة عند أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زينب، سكينة، خديجة، كلهم هذه السيدات الجليلات وغيرهم من غير المعصومين حتى من أصحاب المعصومين، شنو المشكلة أنني أتناول ذكرهم من أجل أن يكون ذكرهم مقدمة لتطبيق مفهوم التأسي بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ بالعكس تماما، ذلك يعد مقتضيا وسببا رئيسا وأساسيا يدعونا لإحياء مثل هذه المناسبات من أجل تدارس وضع هذه النماذج غير المعصومة
أنه كيف لغير المعصوم أن يصل إلى مثل هذا المقام بتطبيقه لمفهوم التأسي؟ هذا الأمر الأول. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو عنوان مهم جدا يدعونا للتوقف عنده خصوصا من ناحية التطبيق على شخصية هذه الليلة السيدة سكينة عليها السلام. هذا العنوان هو ضرورة تصحيح الرؤية حول هذه الشخصيات المستهدفة. بعبارة أخرى، مع تتبعنا لهذه النماذج المذكورة مثل مثلا السيدة خديجة، مثل أبو طالب، مثل سكينة عليها السلام، مثل زينب عليها السلام، إذا تراجع التاريخ الذي صيغ بأيد أموية تجد البصمة الأموية واضحة مستهدفة النيل من قدسية هذه الشخصيات العظيمة بشكل واضح وملموس لا لبس فيه، وقد كانوا يهدفون من خلال ذلك التوصل إلى النيل من قدسية المعصومين أنفسهم، ولكن النيل من قدسية المعصوم صعب المآل، يعني فيها المسألة عسر شوية، بالتالي البوابة التي تفتحهم للوصول إلى ساحة المعصوم هي بوابة النيل من قدسية النماذج التي انفعلت بهدي ورشد المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولذلك السيدة خديجة شوفها شنو؟ محاربة. زينب شوفها محاربة. بعبارة أخرى، جاءت أصابع التزييف لتلعب بكل ما أوتيت من قوة في سبيل هز مصداقية هذه الشخصيات المنتمية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالتالي طرح هذه الشخصيات في مناسباتها وفي ذكرى وفياتها ومواليدها فرصة كبيرة لا ينبغي أن تفوت من أجل تصحيح التزييف الذي جاء به التأريخ في سبيل بيان هذه الشخصيات على غير واقعها المشرف. وأعطيك مثال في هذه الشخصية التي نجتمع من أجل إحياء ذكرى وفاتها سلام الله عليها، السيدة سكينة. السيدة سكينة في حقيقة الأمر ظلمها التأريخ أيما ظلم، يعني نتكلم عن نوع من أنواع الظلم الفاحش. شلون ظلم فاحش؟ يعني اترك مسألة بيان ميزات هذه الشخصية، هذه مسألة حتى المعصومين أنفسهم نالوا من المظلومية فيها ما نالوا فضلا عن غير المعصوم، لكن أتكلم عن تزييف خاص للحقائق من نوع آخر طال ساحة السيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها، بحيث انقلبت فيها الحقيقة عند هؤلاء إلى زيف مفاده إبراز شخصية السيدة سكينة على أنها والعياذ بالله امرأة لا شغل لها بالعبادة بقدر ما لها شغل بمنادمة الشعراء وبالتنقل من زوج لآخر والعياذ بالله. راجع التاريخ، شوف الاتهام إلى سكينة عليها السلام من هذا المنوال، يعني اتهام في الشرف، اتهام في مقام نبيل وصلت إليه هذه السيدة في سنوات معاشرتها إلى أبيها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عمرها كان 14 سنة حين استشهاد الحسين سلام الله عليه في كثير على الأكثر وعلى المشهور، وقد عاشت عمرا مديدا وطويلا بعده وصل إلى 70 سنة أو 75 سنة على اختلاف الروايات. فكيف للسيدة التي وردت في حقها الشهادات من المعصومين في فضلها وفي بروزها ونبوغها الفكري والروحي، كيف لها أن تصل إلى هذا المستوى المزيف الذي يبرزه هؤلاء كما سوف يتضح؟ لاحظوا وياي، السيدة سكينة عليها السلام ظلمت
أولا كما يقول بعض المحققين في إبراز لقبها على اسمها. ومن وين المظلومية؟ يقول إحنا نساهم عندما نبرز لقب السيدة سكينة على اسمها، نساهم في مظلوميتها من حيث لا نشعر. شلون يعني؟ تراجع التاريخ تشوف أن اسم السيدة سكينة هو آمنة أو أمينة أو أميمة باختلاف الروايات، ولكن المرجح هو آمنة. زين؟ لقبها سكينة لقبتها به أمها الربام، وقد أقره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقال في بعض أشعاره عليه السلام فيما نسب إليه: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. لماذا هذا اللقب؟ قيل بأن اللقب مأخوذ من السكينة، يعني الطمأنينة والهدوء، وبالتالي سميت منذ صغر سنها بسكينة، إشارة إلى هذا الهدوء والاتزان والرزانة والرصانة التي تميزت بها منذ صغر سنها. بعض آخر قال إن الصحيح هو سكينة، لأن سكينة في اللغة يعني بالضم، سكينة في اللغة يعني الجارية خفيفة الروح، يعني بيان لميزة روحية في لطافة هذه الروح وخفافتها وإلى آخره، فيصلح أن تسمى أيضا بسكينة أو بسكينة. بعض يقول لا، لا تقول سكينة، يقول لا، أهل اللغة يقولون صحيح سكينة وصحيح شنو؟ سكينة. زين، شنو سالفة اللقب هذه؟ ليش هذا المحقق يقول إنه ينبغي إبراز السيدة سكينة باسمها، يعني بآمنة، دون التركيز على لقبها؟ الحقيقة أن مسألة النيل من عظمة هذه الشخصية مرتبطة باللقب. ليش؟ لأن كان في زمان السيدة سكينة عليه السلام سكينة أخرى، وهي سكينة بنت خالد بن مصعب ابن الزبير، وهذه ما كانت مستقيمة في سيرتها، يذكرون فيها ويتكلمون عنها يعني في التاريخ، ولذلك أصبح لقب سكينة فرصة، تشابه الألقاب أصبح فرصة للزبيريين وللأمويين أن يستغلوا ساحة أهل البيت عليهم السلام بتزييفها قدر المستطاع، بأن ينسبوا ما كان لسكينة بنت خالد إلى سكينة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. غير أن هذا التوقف ربما لا يكون في محله، لأن اللقب في حد ذاته كما تعلمون يكشف عن عظمة روح هذه السيدة. يعني إذا تسأل في سبب تسميتها بسكينة يقولون لأنها كانت من الطمأنينة، من الهدوء، من السكينة، من الوقار، الاتزان. فإحنا بعد ما يمكن أن نتنازل عن هذا اللقب في سبيل هذه المسألة. نعم نبين، نوضح المسألة، إلا أنه ينبغي أن يتمسك باللقب من أجل بيان عظمة تلك الروح في ذلك السن الصغير الذي يشير إلى طمأنينتها وسكينتها وتميزها عن أقرانها بذلك. إذن هذا ما يرتبط باللقب. أيضا هناك ما يرتبط بما ذكر حول السيدة الجليلة عليها السلام في كثرة زواجها بحسب المدعى، حتى عدوا لها الكثير من الأزواج، ولكن كشف زيف هذه النسبة إليها بعض المحققين، حيث جاء ببعض الأسماء اسم رباعي خماسي، وحتى يزيدون الشيلة وش يسوون؟ يأخذون هذا الاسم الرباعي، يسوون اسمين اسمين ويقولون هذا زوجها وهذا زوجها وهكذا. إذن هناك عملية استهداف دقيقة إلى خصوص هذه السيدة الجليلة في بيانها كامرأة مزواجة والعياذ بالله.
أيضا في بيانها والعياذ بالله كذبا وادعاء وافتراء على أنها تنادم الشعراء وأن مجلسها كان مجلس أدب يجتمع فيه الرجال ويلقي كل واحد ما عنده وما في دلوه فتكون هي حكما في ذلك. ويجي البعض من حسن نية يقول ها يعني سكينة كانت من الأديبات المرموقات المعروفات يحتكم إليها الأدباء غافلا عن عدم إمكان نسبة ذلك إلى هذه السيدة الجليلة التي تربت في هذا البيت الذي يبتعد قدر الإمكان عن مخالطة الرجال، مو بعد منادمتهم والكلام وياهم ومساجلاتهم الشعرية وما شاكل ذلك. إذن هذه المسألة، مسألة كثرة الزواج ومسألة منادمتها إلى الشعراء، هذه من المكذوبات، والدليل على ذلك التأمل في عدة أمور. الأمر الأول ما ورد في حقها عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء إليه ابن أخيه عبد الله ابن الحسن عليه السلام فخطب للحسين إحدى ابنتيه إما فاطمة وإما سكينة فذكر له الحسين عليه السلام أما فاطمة فهي أشبه النساء بأمي الزهراء وهي تشبه الحور العين قائمة ليلها صائمة نهارها. هذه صفات فاطمة بنت الحسين. بعد يقول وأما سكينة، لاحظ الكلمة العظيمة، شهادة من معصوم في حق هذه الشخصية الكبيرة. وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فهي لا تصلح لرجل، مستغرقة في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني تعيش حالة اتصال دائم بالله عز وجل، وهي من هذه الجهة لا تصلح لرجل باعتبار أن مقتضيات الزواج كما تعلمون كثيرة، ولا تصلح لها امرأة قد فرغت نفسها لله سبحانه وتعالى في جميع آناء ليلها ونهارها. وهذا ما لا ينسجم مع ما نسب إليها في كبر سنها، يعني هذه صفاتها وعمرها 10 سنين 14 سنة، بعد ذلك تصير صفاتها لين وصلت 60 و50 و70 سنة أنها تنادم الرجال وأنها مزواجة مطلقة والعياذ بالله. لاحظوا شلون؟ إذن ما ورد في حقها من المعصوم عليه السلام يكذب ذلك، هذا أولا. ثانيا مراجعة أسانيد وكتب والكتب التي ذكرت هذه الروايات عن سكينة عليها السلام يجعلنا لا نتوقف في خطأ هذه النسبة إليها. كتب وأشخاص كلهم معروفين بالهوى، الأموي أو الزبيري، كلهم معروفين باللهو والعياذ بالله، ولا يمكن أن يؤخذ عنهم حق ولا باطل. ثالثا وأخيرا أيها الأحبة، ما يمكن أن نسميه بطبيعة الأشياء. اتصور سكينة عليها السلام وأهل البيت أجمعين بعد فاجعة الطف وما جرى من مآس في كربلاء، تتصور يعني واحد منهم من الممكن أن يعيش حياته هانئا يلتذ بأكل أو شرب بعد مقتل الحسين عليه السلام، وبعد ما رأته عيناه في ذلك الحدث المفجع اللي يشوف الحسين جسدا بلا رأس، اللي يشوف عشيرة أهل البيت سلام الله عليهم بأكملهم شبان كهول مرميين كالأضاحي على بوغاء كربلاء، هل من الممكن لمن يرى هذه المناظر من غير أهل البيت ها أن يلتذ بأكل أو بشرب؟ فكيف لو كان من داخل أهل هذا البيت؟ ولذلك ينقل عن الإمام السجاد سلام الله عليه أنه عاش عشرات السنين، في بعض الروايات 40 سنة،
عاش بعد أبيه الحسين لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا ويمزجه شنو؟ بدموعه. فكيف لسكين عليه السلام في ظل هذا الحدث الذي خيم على أهل البيت بحزن وبفاجعة أن تعيش هذا اللهو والعياذ بالله وهذه الغفلة المنسوبة إليها زيفا وبهتانا وكذبا وادعاء؟ كيف لمن تربت في حجر الحسين، وكيف لمن أحبها سيد الشهداء أن تعيش مثل هذه الغفلة غير المعقولة؟ يعني ما يتناسب مع طبيعة الأشياء. اللي يعيش هذه المصيبة يكون في حزن دائم، في فاجعة دائمة. ولذلك يرد في الخبر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه بعد مقتل الحسين عليه السلام ما اختضبت ولا امتشطت هاشمية حتى قتل أعداء الحسين عليه السلام في ثورة المختار. فكيف لبنات الرسالة بشكل عام وللسيدة سكينة بشكل خاص التي كانت ذات معزة خاصة في قلب سيد الشهداء عزيزة الحسين اللي ما تمكنت حتى تتودع من الحسين في يوم العاشر، يوم رجع الإمام الحسين سلام الله عليه من المعركة وعزم على حملته الأخيرة، أحاطت به النساء من كل جانب ومكان، هذه تودعه وتلك تشمه وأخرى تقبله وثالثة تضمه، وهو على هذا الحال يتلفت يمينا وشمالا يبحث عن واحدة. عمن تبحث أبا عبد الله؟ تفت إلى زينب: أخي زينب، أين عزيزة قلبي سكينة؟ يصير يعني أنا رايح إلى الموت وما تتودع مني؟ كأن زينب التفتت إليه، نادي أبو علي: اعذر سكينة، ترى ما إلها طاقة على مثل هذا الوداع. لا ما يصير أخي، أنا أروح أتودع منها. وفعلا راح الحسين، دخل عليها الخيمة وإذا بها واضع رأسها بين ركبتيها وهي تنادي: أبا يا حسين، من للصغيرة حتى تكبر، ومن للكبيرة بين الملا وضيعتنا بعدك يا أبا عبد الله؟ انحنى عليها ذلك الحنون، ضمها إلى صدره، قبل ما بين عينيها: بني سكينة، الآن تبجين، سيطول بعدي يا سكينة فعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لكن لا تحرقي قلبي بنعيك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. ثم ذغب عن الحسين، غاب لحظات، ما هي إلا سويعة من نغار، وإذا بصهيل المهر عاليا وهو ينادي: الظليمة الظليمة، من أمتين قتلت ابن بنت نبيها. عند ذلك أول وحدة استقبلت نداء المهر ها سكينة، صاحت في النساء: وأبتاه وحسيناه وضيعته وذبيحه.
ومن ذيك اللحظة ما كان عندها هم إلا أن تصل إلى جسد أبيها حتى تتودع منه. وفعلا حانت إليها الفرصة عندما هجمت الخيل والرجال تترى على مخيمات الحسين، وفرت النساء والأطفال على وجوههن بالبيداء. وانت توجه سكينة، توجهت إلى أرض المعركة تتخطى أجساد القتلى حتى وصلت إلى ذلك الجسد الشريف، كأني بها وقد انحنت عليه تريد أن تقبله، فوجدته جسدا بلا راس. صاحت وحسينا، أيوة أبتا، من الذي قطع وتينك يا حسين؟ نعته بهذه النعوة على لسان الحال. صاحت يا ابو يا بتوحشوني من صغر سن ميتميني، وايش السبب يا نور عيني ترضى يا ابويا يضربوني؟ ترى ضربوني يا حسين، شتموني وضربوا عمتي زينب. بويا العمر يفداك يفداك، كيف احتمل يا ابوي فرقاك؟ العيشة ما هي حلوة بلياك، ضيعت يا ابويا يتامك. بعد جسمك يا ابويا يوم شفته صدق يا غالي ما عرفته، والله ولا دريت انه انت. وايش هالاحوال ابا يا حسين؟ أين رأسك؟ أين كفوفك؟ وايش جرى على أضلاعك يا حسين؟ راسك يا بويا وين مرفوع؟ وين الأيادي وين الضلوع؟ سهم المثلث كيف منزوع؟ أبا غسلك من فيض الدموع. أيوة حسين أخوة سيدة. أبا يا حسين، من هو يا بويا كسر صدرك؟ من هو يا بويا كسر ظهرك؟ ويا غلذي قطع في نحرك صدرك يا بويا؟ شوف صدرك، حيرتني والله بأمرك. رمت بنفسي غا على جسد أبيها الحسين، ثم أغمي عليها كما في الرواية. تقول الرواية عن سكينة عليه السلام: جئت لأبي بعد أن قتل، اعتنقته فأغمي عليه، فسمعته ينادي، يعني حملني أمانة ووصيها، ايش عندك أبو علي؟ سمعته ينادي من منحر: بني سكينة إذا وصلت المدينة، يلا وجهها قلبك، فأبلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي مات غريبا، فاندبوه مات عطشانا، فابكوا عليه بالتيس كان بلغي واجب تحياتي، وبلغي سلام لشيعتي واشكي ظلاماتي. قولي لشيعتنا، قولي لشيعتنا
حياتنا ينوحوا على المظلوم. أصواتكم وياي قولي لشيعتنا نوحوا على الماء من بارد الماء يمنعوني في عطش كبدي في بارد الماء يذكروني في عطش كبدي اذكرهم قاسات البلاء في كربلاء وياي وحدي قولي قولي لشيعتنا ينوحوا على الماء لا تخبريهم بالشمور وحسينا لا تقولي إلا شيعتنا ما يتحملون لا تخبريهم بالشمور يوم العلا صدري بن على داسهم كليل بتار أيوة حسين أخوة السيدة لا تخبريهم بالشمور يوم العلا صدري بن على داسهم كليل بتار في نحري قولي لشيعتنا ينوحوا على الماء بعد لا تخبريهم لعوجية وحسين وحسين اش سوت بحالي داست على صدري يا بنتي وشالت اوصالي قولي لشيعتنا ينوحوا على الماء انت بس كيل مفزوعة المدهوشة ألقت بنفسها على جسد أبيها أخذت تتمرغ بدمائه وهي تنادي وأبتا وذبيحة شبكت على الجثة بداها والصدر فوق الصدر نادت ادق عد يا بويا وشوف راس بلا ستر سلبة وقناعي يا بويا وعلمتو لي زجو سمعها وهاجت احزاني ودمت فايض من حرم بعد بعد اسمع هذه الكلمات وصية من الحسين هاو أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء دصبري قالها يا بليتي دصبري قالها ولمن رجعت يا بليتي من السفر بلغ الشيعة سلامي أقول لهم هالخبار قولي لهم صدر ابو يا حسين داس بالعالى اين المناد لوا حسينا يا ميتان
لك الألباب. يا الله، اللهم تقبل منا، شافي مرضانا، فك أسرانا، اقضي حوائجنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إخواني الحاضرين، احفظهم اللهم في أنفسهم وذويهم ومن يلوذ بهم. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله، لا سيما المعتقلين والمعذبين والمهجرين. فرج اللهم عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.